السلام عليكم، معكم صالح بن هلال محمود الصابري من شركة دان الزمان، شركة صناعة وتعبئة المواد الغذائية، صناعة العصير البودر الضيم مارك الضيافة. بدأت شركة دانة الزمان العمل مع شركة النهضة للخدمات منذ عام 2011. أدى التعامل مع شركة النهضة للخدمات إلى تطوير شركة دانة الزمان وإيجاد مشاريع وأسواق جديدة. كان التعامل مع فريق شركة النهضة للخدمات سلساً وسهلاً، ودائماً ما تحصلنا على دعم من شركة النهضة للخدمات في تطوير منتجاتنا. ننصح أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العمل جاهدة في تطوير خبراتهم واختيار أحسن العملاء للنهوض بشركاتهم مثل شركة النهضة للخدمات.